احنا متواجدين في فضاء دار العلوم لجهه الشرق اللي هي مؤسسه تابعه لجمعيه مؤسسه عمر بن عبد العزيز اللي توجدت اليوم بزياره السيد القنصل للولايات المتحده الامريكيه بالدار البيضاء. هذه الزياره اللي جات تتويج للشراكه للسنه الثالثه اللي موجوده بين دار العلوم جهه الشرق ودار امريكا واللي كانت عرفت عده انشطه في السنوات الماضيه، وهذا العام تم افتتاح هذا الرواق اللي هو عباره عن اكسبوزيسيون تاع لا نازا اللي سميتها استرو اولمبياد، واللي هي كتجمع بين المجال الرياضه ومجال الاسترونومي الفلك، وفيه مقارنه بين مجال الفلك والرياضه، لان هذه السنه دار العلوم تشتغل ان شاء الله على واحد لو تيم اللي هو العلوم في خدمه الرياضه. وهذا العام غادي نعرفوا ان شاء الله افتتاح مدرسه دار العلوم الاسبوع المقبل، واللي هو غادي يكون عباره عن عده ورشات في عده ميادين علميه، اللي منها جيني سيفيل، جيني اندستريال، ميدسين لفائده التلاميذ، واللي غادي تكون دائما متعلقه بالرياضه في خدمه العلوم في خدمه الرياضه. متنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.